خير شيرت عاود رجعنا. يا الوليد يا الوليد يا الوليد وجوني هون. في عقم نروحو نديرو نروحو نديرو مول شيرات سوق الكابريس. الكابريس تاع بلاد. شكرا كير شكرا حبي. بصح نجي نتقهوى حبي. مرحبا أصالة. والله مرحبا حبيبتي. حسبك ربي. أرواحي زوج تراي عندك. أرواحي تتقهوي. ها روحي أختي نديرو لاتاي. ما شاء الله. شكرا عمري. قلت لك زينة واش راكي غاية أميرة وانتيا بديت بالمول تاعي غسلته نشفه وراح نبدا بصوص كراميل البنات نديرها هي الأولى باسكو لازمني لازمها تكون باردة صح؟ هذا كاسرونتي هلا ما نقدرش نشوف اللايف ما عرفت حبيبتي ما على باليش على ما تقدرش تشوفي اللايف عمري نورمالمون راكي تشوفي دروك راح نجيب كابريس راح نجي كاين كابريز زوج انواع كاين كبير وكاين الصغير انا غادي ندير هذه الصغير غادي ندير 40 حبه زوج ثلاثه أربعة خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 صاين حنا غادي نطفي غير باسكو حتى هي برد ينشف وراح نبدا نقي في الكابريس تاعي نديرو 40 حبه هذه لاصوص البنات نزوق بيها صح ولا ندير شوكولا ولا بغيت نزوق بيها يعني بذوق الكابريس صح عندي 40 حبه راح نخدم لاصوص هي كي تكون كيما حنا نقولوا حاميه تكون شويه جاريه ما تساعدكش في التزيين بصح كي تبرد هي تتقال تولي كيما النوتيلا وكاع فهمتي تقدري ديري شيكولا ولا ديري كشعه فصا ولا المهم راح نحل الكابريس هذه الصغيره كاين الكبيره اللي بغات تدي البنات تديرها ولا دير غير المول الا ما عندهاش الكابريس هي أيوة. وتبارطاجي معنا التطبيقات في الانستغرام قلت لك ربي يحفظك شكرا عمري شكرا حبيبتي قاعده تشوفون بلوكي واحد الخنز بس كان الخنز كي نشوفها ما خليش عندي الفوحه تطلع في وسط الباب فهمت بغيت بابي يكونوا دائما ريحتهم شابه ماشي بالفوحه راجلي كلاش هاك دروك سمحي لك وصلتي روحك المهم خلونا نكملوا في نكملوا في المول تاعنا ها اختي نوضي والله غير عجز الشيرات شوفوا البنات راح نديروا المول نتقهوى ان شاء الله هاكم معروضين عندي حبابي وناس الزينه راح نرجعوا للمحتوى تاعنا البنات انا نبغي الطياب في الحق نموت على الطياب ايوا وشويه هكا راح نتقهوى نعمر الكرش ايوا نوضو نعجنو راح نديرو خبيزات معمرين ان شاء الله ونديرو الحريره ان شاء الله يا ربي عمريهم بالشي اللي عندك طيبو غير في المقله لا فول لا والو سمعتو لا مول انا عندي هذا تبغي تبدليه بدليه عندي هذا المول تبغي تبدلي بدلي ديري اللي يعجبك انت المول اللي عندك انا ندير هذا هاكا الكابريس هو اللي بيا بكري كانت الكابريس فيها حنه قدها كبيره مغي صغروا فيها
هذه ما تشبعيهاش كاع تمسح في السنان. ديروا الجام البنات، ديروا الجام، بارطاجونا اللايف. ما تنساوش كاينه مسابقه على الصفحه البنات، فيها ثلاثه رابحات، كل وحده تدي زوج ملايين تاع الشهر البنات كيما نداري. فوالا الوغ شيات، كاين اللي عندها راح نفهمكم عفصه، كاين اللي عندها مول كبير على تاعي، انا مول تاعي غير صغير ماهوش كبير صح. هذوك نعطيكم مثال، كاين كيما هكا، هذا راهو كيف كيف بريس كيف كيف صح، راهو بريس كيف كيف، غير هذا جاي هكا، وهذا لي مول تاعي ماشي كبار البنات، لي مول تاعي ماشي كبار داكوغ البنات. الوغ باش نفهمكم عفصه، كاين كاين لاصوص كراميل كاليبري كثر الكميه، غادي نفهمكم كيفاش باش الا كثرتوا الكميه ما ما تبحر لكمش، ما تبحر لكمش في لاصوص. شوفوا انا درت 40 حبه، 40 حبه راح ندير فيها 8 مغارف كبار تاع حليب، 8 مغارف كبار تاع حليب، باش نوريكم كيفاش تحسبوا الشيرات كل 5 حبات تاع كابريز بمغرف كبيره تاع حليب، كل 5 حبات تاع كابريز بمغرف كبيره تاع حليب صح. صافي انا عندي 40 حبه راح ندير 8، واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. فوالا إلا ما شفتش لي كومونتير تاعكم يقولوا لكم الشيرات هنايا صح، كاش وحدة كانت حاضرة في الوصفة ولا تقول. صافي غادي نخليها هنا فوق النار تذوب تذوب دوب، كي تذوب الكراميل تاعكم خليها خليها حوالي زوج دقائق فوق النار. قالت لك عندي مول تاع القاي، ماشي حبيبتي ديري اللي تبغي سوسه، ديري اللي تبغي، المول اللي يعجبك ديريه. زعما انا غير عطيت مثال، انا عطيت مثال بارابور لاصوص، باسكو المول تاعي تجيني شان لاصوص من الفوق فهمتي. كاين اللي عنده مول كبير زعما هما عائله كبيره ضعف المقادير، انا دوك نعطيكم على حسب المول تاعي صغير، مقادير فيها 3 حبات بيض. صافي اللي عندها مول كبير باغ اكزومب عائله كبيره غادي دير 6 حبات بيض، صافي 6 حبات بيض تديري 80 حبه تاع كابريز، ما ديريش 40 ديري 80 حبه تاع كابريز، وديري فيها ضعف المقادير، الا كنتي 8 ديري 16 16 مغرفه كبيره تاع حليب. وعليكم السلام، مرحبا بك حبيبتي. فهمتوا شيرات هيا، هذا جا هذا جا الحليب بدا يتبدل لاكولير تاعه، شوفوا ها ولا يولي يولي كي القهوه. كيما تبغيش ديري الحليب ما عندكش الحليب في الدار باغ اكزومبل، ديري ديري القهوه عادي، قهوه اللي نشربوها، قالت لك القهوه خلطيها بالقهوه، ديري تو نغارك برك القهوه كيما تبغي. نبدا بها هي الاولى ومن بعد نروح للاخر تاعي، راح نشعل به فوق نديره 180 دوغري. شكون اللي عندها السيربريز لداخل في الفور؟ ديرها يحمى الحليب نسحقها هنا الدارينا، نسحق الكاكاو والبيض والسكر لافاني ولا الاخر لافاني ولا ولا والخميره زوج تاع الكاطو. ريحه الكابريس كي شابه قالت لك لو كان درتيها في الميكرووند تجي شابه، انا موالفه نخدم بها الكاطو بلا حليب. قالت لك لو كان درتيها بالميكرووند تيبس بصح من بعد تيبس، انا خاصني تقعد لي لاخرى على هذيك درت فيها الحليب. وكاين بزاف ناس ما عندهمش دي ميكرووند في الدار، هي صافي توجور نحاولوا نديروا صوالح بابسط الاشياء فهمتي. كاين بزاف ناس ما عندهمش مساكين، عندهم غير هذاك الفوغ فوغ الكتريك هذاك اللي طيبوا فيه مساكين فهمتي. هي صافي كيما هكا كي ديريها في الميكرووند، شوفي خطرات حتى ويكونوا كاين دي سوليسيون، بصح كي ديريها في الميكرووند كشغل تعجزيها، تولي تقول لك انا ما عنديش ميكرووند لازم ميكرووند باش ندير باغ اكزومبل. انا نشوف وصفه سيغ يوتيوب بالبيتران نعجز فهمتي، ما عنديش بيتران نعجز، بصح هذيك الوصفه تقدري تخدميها باليد، سي سا لو بوت فهمتي عزيزتي. لو بوت تاعنا نديرو بابسط الاشياء، الناس كاع متواجده في ديارها، ديرو الجام البنات
فهمتي حبيبتي؟ هذا مكان اختي، هي عطاتكم استوز، قالت لكم تقدروا ديروه في الميكرووند. ها هي قالت لكم انا موالف نديرها في الميكرووند، وقالت لكم موالف نديرها بلا حليب هي. هي ديروا كما هي لا تبول. المهم لو فيو سي لو بارطاج، هذه هي واحد يبارطاجي المعلومات و وكابريس بنينه، ما كاش اللي ما يبغيهاش. ياك بنينه بنينه هاكا. خلطي جلطي سيداتي، راه بدات تذوب. تقولوا لي ريما تخلطيش بالمغرف، على بالي عندكم الصح. مش باين وسخ. غادي نجيب هذا باش ندير فيه صغيور. شوفوا ها هي بدات تذوب، راكو تشوفوا ها بدات تذوب. تندوبوها كاع داك الموت على الكرمه مزيان. حفظك اروى. شكرا عمر. ديروا الجام البنات، الله يرضى عليكم. ديروا الجام. وتقدري المول تاعك تخليها كريمه، ما يبغيش الحلاوه بزاف. قلت لك كريمه ربي يهنيك. شكرا حبيبتي ام عمر، ربي يخلي لك عمر ان شاء الله. قلت لك ربي يحفظك كريم متواضعه. شكرا حبيبتي. شكون هذه؟ فخوره بنفسي. ربي يخليك عزيزتي. ميرسي مابي. صاي ها هي البنات، ها دابت كتشوفوا، ها هي دابت دروك شغال. قلت لك كريم نحبك. شكرا زهره، ربي يخليك عمر. قلت لك الله يقطع. ديروا الجام الشيره تاع قلع قلبي، ها قلع قلبي يا حي عليهم مصايب. ديروا الجام البنات، جمجمو ها. هنا صاي درنا لاصوص تاعنا هي الاولى، ونخليها تبرد. ها هي لاصوص تاعي، شوف نخبرك الكاسرونه. ها هي لاصوص تاع الشيف. ها هي لاصوص، راح نخليها تبرد وراح نكمل الوصفه تاعي. المهم نقربكم هنا، مشيكم بعاد ولا نخليكم هكا بعيد؟ معليش خليكم هكا باش تشوفوا كل شيء. المهم راح نجيب 3 بيض. راح نجيب 3 بيض. الحبة الأولى هذه الحبة الزوجة، صايلو فوق تاعي حما. هذه الحبة الثالثة. الكاس تاعي شيرات تاع لاتاي، بصح هذوك الجداد ماشي القدم، هذوك القدم. غض البصر الله يعطيك العماق. داخل راجل في وسط النساء وتقول لي روحي ستري روحك، كون جيت راجل ما راكش في وسط النساء. يا الفوحه يا عرض الرجال يا المسخين يا السروال ما يطلعش حتى لهنا فوم دودين. المهم الكاس البنات تاع لاتاي ماشي هذوك الرقاق، صح هذوك تاع اللي نشربوا بهم نورمال. ها لاصوص حبيبتي، لاصوص تاع كابريس. جيبي كابريس، هذا ها هو كابريس. ديري 40 حبه كابريس صح، وديري فيها 8 مغارف كبار تاع حليب، وديريها فوق الغاز وقعدي تخلطي حتى تدوبلك. هذا مكان حبيبتي حتى تدوبلك، نقصي للغاز وخليها تبرد هكا تجي شويه خفيفه، بصح كي تبرد غادي تتقال. على ديك قلت لكم نبدو بها هي الاولى، فهمتوا؟ نبدو بها هي الاولى. وإلا المول تاعك كبير ديري 80 حبه تاع كابريز، وديري فيها 16 مغرف كبيره تاع الاخر، يعني ما تجيكش بزاف. كي تشوفي على حساب المول تاعي برك، ما غاديش تجي حاجه كبيره، تجي على حساب الاخر. ديروا الجام البنات، جمجمو ضربة. 3 حبات تاع بيضة تاعي راح ندير عليها السكر، راح ندير السكر. نعبر بالكاس صح، راح ندير انا الكاس ما نعمرهش تاع السكر البنات، السكر نتوما تتحكموا فيه. المهم الصح في الفارينة، فهمتوا؟ ها دير كاس كيما هكا ناقص منه ان دوا.
سكرته ما تتحكموا فيه. ترى وقت راح نخلطوا السكر مع البيض. الصوص ما يوليش كاين هذوك الحبيبات. نديروا معاه واحدة سكر فانيليا. ديروا الجام البنات جمجمه وحي عليا وما صايش. فوالا قعدي تخلطي سيدات تخلطي وجلطي وخلطي تخرجي الغدا يدهنا في هذه تخرجي الهم والموفيز سون تاع الراجل. خلطي اختي مليح هاك خلطي وخرجي الهم تاع العرب هاك هاك. خلي وحده تكرهيها وراكي تبزيها انا عندي بزاف فهمتوا. هي راني كاع هنا هوك خلطي خلطي خرجي الغدا هي غير بشويه عليها بصح تخرجي فيها الغدا تجي شابه فهمتي اختي. ها خلطي حتى هذوك الحبيبات يذوبوا ماشي ديري هكا خلطه جلطه تخليها ديري شويه وبعد تقولي لي ريم جاتني يابسه ديري كيما ندير. ديريها التطبيقات طاقو طاقوني في الانستغرام هاني قلت ماشي طاقولي وصفتي في الانستغرام طاقولي تاعكم في الانستغرام عندي هاكا خلطي 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 ها هم الجواري هم الراجل هم العائلة الكريمة وكاع الموبيل تو خرجي فيها البازينة تاعك على خاطر كنت جديدة البنات هي ما كنتش ما عرفتش يسموها ما نكتبش على روحي والله العظيم هي يقولها صلاتي صايد حلبت الصحة وراني نعرف يا حبيبي هي قلت لهم شيرات كنت حاطتها كي بديت عندها 4 سنين هذه شريتها والله لا شريتها من كرواروج قلت لك كي درت الدار كنت ما كان ما كنتش خدامه شيرات نكذب على روحي ماما كي عاقله عليها هذه شريناها من كرواروج ماكش عاقله عليها شريتها 50 سنتيم شيرات هي والباتور مازال مقاديتهم اختي ها انت واحد ما لقاها كيما بغاها حبيبتي ها حنا زباوله ودي تزواني اختي وليت نعمر في داري غير بشويه هي قلت لكم كنت ندير وصفه في اليوتيوب اي بغيت نخلط وتلفت لي قلت لهم بون جيبوا ما عرفتش يقولوا لها وليت نقول شي يقولوا لها حقه سلطه سلطي سلطي ما عرفتش كي يقولوا لها والله ما نكذب البنات اي قلت لهم بون جيبوا باسينتكم جيبوا باسينتكم وخلطوا وحده كتبت لي قالت لي يا الحماره يا بدايه يا الفعله يا ويقولوا سلطي والله لا عقلت عليها كثر خيرك والله شتي بصح غير ما عيرتينيش كوخي علمتيني ونولي نترحم عليك دروك نقول لك الله يجيب لك التيفيس صحيتي لي قلتي لي بصح الله يقدم لك التيفيس ما راكي شميت انا ما قلتلكش الكوفيد كان عندها 4 سنين ولا 5 ها بالك لو كان متي واحد راه يترحم عليك ها وانت هي تدخلي توريني في حاجه وتعايريني وما نتفكرك يا ولا نسيت اسمك نتفكرك نولي نقول فلانه كثر خيرها مسكينه ورات لي صحيتي وربي يحفظك الله يجيب لك التيفيس ان شاء الله يجيب لك زبجه في الحمام يجيب لك موجلود في البيطان شا نقول لك يسود لك غير السعد وحتى الخطره دخلت عندي وحده لليوتيوب ايا كنت ندير البنات الروتينات دوك نرجعوا للروتينات البنات قلت لكم روتين المراه العروسه الجديده في دارها مع زوجها قلت لكم بالتفصيل الممل ايا قلت لكم حي عليا أنا قلت لكم دخلت عندي وحده كنت ندير لايفات مع المقيل كنت ندير بنتي ليكول وندير لايفات مع المقيل هيا ونقصر ونضحكوا مع الشيرات وكاع قبل لا نتحلب بالفيل خشي كنت ندير لايف بلا فيلت خا رجعوا اليوتيوب تلقاو في كورتي بلا فيلت هيا قلت لكم هيا دخلت عندي وحده والله راني عاقله على اسمها سموها سوريا بصح كاينه وحده سوريا ناس ملاح عندي يا خلايا تحسبي على روحك والله انا دخلت عندي لليوتيوب عايرتني دايره اللايف ولا تقول لي يا الكلبه يا الدايره يا الفاعله يا تقول تتحيث ما بغاش تحبس حوجي ما بغاش تحبس ولا يقولها الشيطان اللي تهني على الشيطان ها خرجي علاك تعايري فيها نعلوك عاقلين عندي في الحق تاع اليوتيوب مساكين قلنا على الشيطان عاكي تعايري فيها خرجي ما تعجبكش خرجي تعاير 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 المشكله ما نعرفش نبلوكي ايا ولا تتعاير تعاير تعاير ما كرهتش ايا انا تنافيت من جد هاك قطعت كاع اللايف بسبت هاك قطعت اللايف كنت بهلوله كنت ندير على الناس اللي عايره دوك تتحلم عايري من غدوة خلطي خرجي الغدا يد الراجل لهنايا ايا قلت لكم بلي ما تنساوش الوصفه والهي شكون راه دير معايا الوصفه ديروا معايا الوصفه سي الله يرحم والديك واه ديروا معايا الوصفه عاودوا في صباح الشافرين شافرين في الكوزينه قروا طابليتي الاخرى تاع الشيف تنحطها لكم في نبدل تم بعد نبدل لكم الطابليه اختي باش نديروا الخبز المحشي الحشي قال بعدياني ان شاء الله في كابيني ايا قلت لكم
دخلت تعال عاود درت اللايف. هيا كي عاود درت اللايف موراها بحد الساعه هكا عاود درت اللايف في الليل. هو درت في المقيل لاش نكتب ماشي ساعه بين المقيل واللي كذاباري بلا تكذبي ما نضحش نتو عليك. قلت لكم درت مع المقيل انا كنت ندي بنتي ليكول ونجي ندير اللايف ولا تعاد قطعت. ايوا من بعد في الليل عاود ندير لهم اللايف في اليوتيوب. كنت ندير في الحساب الشخصي تاعي تاع فيسبوك وندير في اليوتيوب. هيا كانت جاتني في الليل اي ولات تكتب طا قولوا لها الشيره تقولوا لها تسامحني قولوا لها تسامح والله ني عاقله كي ما ضروري قولوا لها تسامحني ولاو يكتبوا لها البنات اللي ما كانوش الصباح كانوا لاهين خدامين جاوا في الليل ولاو يقولوا لها اش درتي اش كتقولي لها كيما قولوا لها تسامحني يا البنات قولت قالت كومونتي اختها قلت لها اي عاود جيتيني وصباح كنتي تعايري فيا درتك جيتيني اش خصك قالت لي لا غير بغيت نقول لك باللي زعما والله لا كنت مدابز انا وراجلي وما كنتش غايه انا من تما عرفت باللي كاع اللي يعايروني مدابزين مع رجالتهم مع صحابهم اللي ما داومهمش وكاع احسن نلعب احسن نلعب خرجي غدايد المهم خالتي وخرجي غدايد العرب هنايا في الباسينه كما قالت تاريخ في كلامها القديم يا حي عليا المهم انا خلطها صاي كل شيء داب يدوب بعضهم هيتكم ما شاء الله شي ناس اللي يبغوني العديانه ان شاء الله خلطي هكا صاي خلطنا كي خلطنا اش غادي نديروا البنات اش غادي نديروا قولوا لي قولوا لي نسيت انا روحي نسيت اش غادي غادي ديري الحليب شوفي غادي تجيبي الحليب غادي تجيبي كاس اللي عبرتي به ما توسخيش المواعين راهي امك تحاول تقول عزوجتك تقول لك خانزه وتقول لك الصوالح كاس واحد ديري هنايا الحليب ديري كاس تاع الحليب ها تاع لاتاي هذا مكان روحي ديري في الكوتي روحي على تعيو فيا كيما هاك انا درنا كاس تاع الحليب صاي درنا كاس تاع الحليب بصح انا اوبليجي نوسخ المواعين والله غالب وانا خاطرش تبين الشفا هذا دروك صاي راني نشخر الشيره تاع معسكر راني نشخر في خاطر معسكر معسكر ها كاس تاع الحليب جبت كاس واحد اخر نقي ما نكذبش عليكم ولا هاني خلط الحليب دروك شنو غادي نجيب الشيلات غادي نجيب الاخر تاعي الفارينه تاعي ها هي الفارينه غادي ندير زوج كيسات تاع فارينه في هذا العبر شوفوا زوج كيسات تاع فارينه وإلا تبغيها بالذوق تاع الكاكاو كيما انا غادي نديرها بالذوق تاع الكاكاو ديري زوج مغارف كبار تاع كاكاو ها باش تشوفوا معايا ها الكاس الاول زيدي كاس الزاوج يا نسيت الزيت الله يسود لكم غير السعد اللي ما يبغونيش قارعوا قارعوا نسيت الزيت انا يقول بلي هذه ناسيه حاجه قارعوا نخلطوا الفارينه هي ماما الفارينه هي في لافا شيرتها حي عليا يا مختيك من الضياف شراه مدخل في قول تمك في الطياب قارعوا نجيبوا هذه يا شمخته صح ما عليش ندير هنا الزيت من راه عزيز ما مش قاعد الجبده جيبوا الزيت اللهم قدرها وش بايا ديري ها ديري الزيت ها وما ديريش عليا هانا نديرو في الزيت دروك والله ما نسيته الزيت ها قالت لك نسيتيه ها والله يعطيكم الله يعطيكم الخير ان شاء الله اللي فوله غير نسيته البنات والله لا نسيته بو هاني درت الزيت ها ناقص كيما هكا حوالي دو دوا تاع 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 الاخر ما ديريش كاع ما ديريش كاع خلطي الزيت مع الفانيو كلشي يتخلط في ليستوماج كي يحس ها ها كيما وحده قالت لهم الفرماج ياكلوه ديسير هادي في الحق انا عمري لا شتها نعرف بلي الفرماج ياكلوه اونتري كي تروحي لي ريستورون هادوك دو كلاس وشيك وصحاب الدراهم تلقاي الفرماج جارينها لك مع لونتري ما دايرينها لكش مع الديسير المهم خلطوا كيما هكا اختي خلطي داك الزيت ديري شغل ما شفتيش خلطته مع الاول صح ما تفضحوناش البنات ديري كيما هاك وخلطي نورمالمون تغرب لي الفارينه انا ما نغرب لنا والو نكتب عليكم خلطي مليح وخرجي الغدايا تاعي يولي شباب على تروحي تخلطي الفارينه وتغبني تغبني في روحك هاكا ديري الخماره باش كيفاش يتخلط ديري في الاول ولا في الثاني غير كيف كيف شكي حاسبه تبقى تعرفوا حتى ما جيبي زوج تاع خماره ديري هاك زوج تاع خماره هاكا زوج تاع الخماره ومن بعد ديري جيبي هاد صايب هنا كملنا فين جيبي هادي الكاكاو شوفي الكاكاو تاعي راه غادي تكمل اللي يبغي يذوب شيكولا يذوب ها غادي ندير المغرف الاولى تاع الكاكاو وغادي ندير المغرف الزوجة باقي شويه قد لي ندير ليها موسكوتشا وحده هيا وخلطي اختي وجلطي كيما هاك وبالك تزعطي هاكا ها شت سي ام كانت غرب ليا والو بليه يقول لك لا كوما كلش عندك الغربال ما كانت تخدمي غربال غربلنا به الناس يو اختي الفوي تاعي تهرست ودوغ
باغي نشري يا نهضر ولا كيف يا اختي العين خويا انا هاك على سيدي ربي انا باغي نشري في جدهم وين نلقاو وي شابه دائما يتهرسوا يا اختي زعما كلشي غاز على هاك علاه ها علاه كيما هاك علاه دائما يتهرسوا لي هذا الخط نخدم بزاف على ديك يتهرسوا او بن عمي بن عمي شو هذا ها عينولي هذا التريكو ولا عينولي السروال ولا عين لي بونتوفلا ولا انا تعينوني الفوي وبغيتي تقطعوا لي يديها والفوي لا تعينت صاي القى كلشي راح وكو هاد الصحراي في الفوي يا حي عليا خبنتوني على بالكم كيما هكا خبنتوني او على نسقها بالكون وليد مرضت شينا تمرضت قلت لك توكلت المسمى اللي قعدت زوجتك عزوجتي راهي عندك شوفها راح تجيبيها واش تلفوي تحت هرست قعدت هذه ما تعينوش هذه ثاني خلوها لي يرحم الوالدين خلوها لي انا خيتكم في الله قالوا شوفوا هنايا راه كاين شويه تاع الدهان هنايا نكملوها باش نقيسوها باش ما نحلش جيتها ما كاينش ولا شي لا سي كاين ها ها توخط ها توخط في الفل في الفوي داك الزهر اللي عاطي دوت درت شويه دهان دهان دايب هذا ولا ديري شويه زيت الا ما عندكش الدهان ديري الزيت غميت ومرضت ومرضت من قلبي يا حيالك حتى انا ما علمه ولا واش حملوني خلطي هكا مليح اختي طلصي هكا غايه مليح من كاع الفوق ما تقصيش يكبر ما تقصيش صغار ما تقصيش يشرب فهمتي المهم تكوني قاريه حضرك في وقتها في هذا الزمان خصك تقري حضرك كاش كونفيونس ديري فيه شويه تاع الفارينه غير شويه ما تكثريش ديريش كيما انا ديري غير شويه كلشي غالي اختي ها والله كلشي قلت لي ما درتش الدراهم بكري عمرها اللي تطور والله العظيم شي لا هو في الحق ما يلصقش تا اون في جامي يمكن يلصق هاكا ودروك راح نخووه هنا ها حي عليا هاكا درت لكم هنا سات دو طابلو كاع شكون مزوقه شو زوقت اليوم هي ها غادي نعاود نخلطها غير هكا تعمل تحت هكا من فوق لتحت هيا ونبداو نخبو بسم الله تقدري ديريها زوج اذواق ساهل ماهل شتي غير عجز برك غادي ديريها ديري برات اتاي روحي قعدي عند عزوجتك قهوي معاها مدودات شوفوا ها ساهله ماهله ولا ديريها لولادك ولا ديريها لراجلك مازال دوك يجوا على الخمسه خدامه تاع البلاد ولادكم يخرجوا من ليكول تلقاو حاجه ياكلوها واش يقدر واحد غير يشري اختي الغلا خلوني نشكيكم رحمه الوالدين قالتك خلعتيني قبيل انا اليوم قلت لهم بس اسمع سكت راح نخبز الطيره وبدلت رايي بصحتك عمري بصحتك تاكليهم بالصحه ان شاء الله ولهنا ها ها هو المولى تاعي بسلام تاعهم ان شاء الله تبارك الرحمن يا ربي ان شاء الله ما ينحرقش ها دخل في الكوشه وخليه يطيب نديرو حوالي 20 دقيقه وانتي وشوفي كل وحده كوشها كوشتها ندير 20 انايا حتى 25 هكا ونشوف ودروك راح نرفد القرابج والربابج والصوالح اللي عندي هنايا كاع خاصني نرفدهم او الضيق وين نخلي هذا الصوالح نغسل الماء وراح يطيب ها والله الشيرات ها شكو حاسبين هاكا ها هو جا انس ها هو جا شوف 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 ديروا الجام شيرات ها هاتشوفي انا بروك واحد العتبه دخلت هنايا نتوما اكبر راسه ما تتعيشوش ما نذكرش الولايه اكبر راسه ما تتعيشوش هاديك هو جاني ها هو جاني
اقعد هنا استعقل 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 صافي فرينا ما نسحقهاش اللمه رحمه الله مسكينه قاعده عند الباب شويه هكا نعجن خلوني دان قهوه ونعمر لي ستوماك ها هي بدات تبرد راكم تشوفوا ها هي الصوص تاعي ها الصوص تاعي اللي راح نزوقوا بها ان شاء الله لو غاطو تاعي ان شاء الله ويلا ربي يا انا البنات ان شاء الله شوفوا شاكلات ها الزيتون هذا اللي جبته من البلاد قالت لك راكي مصيفه دوك تم مرضي ريموش نجاتك في الدار هكا حاميه في الليل برك فهمتي بصح اللي عندها ابارتمون قبل ما كنت في لي زابارتمون والله يا اختي ما نبرد تعرفي نلبس في الصيف ونقلط كون نلبس بيجامه حاميه نقلط قولوا لك شيرات اللي عندهم لي زابارتمون قولوا لهم شيرات هذوك اللي على بالي كي كنت انا في الابارتمون ما عرفتش عمري كنت نبروفيتي من البدعيات تاعي ومن البيجامات تاعي ونلبس الشورطه في الدار وكاع بصح في الميزون بارده الميزون تقتل ميزون بارد اختي غير راني نبوجي هكا حاميه وكاع وهدرت زوج خميره تاع الكاطو درت وحده تاع درت زوج خميره تاع الكاطو درت وحده تاع كاش وحده تكتب لها الوصفه الايبانغليها شيرات كي تاكي ما والدي انس ربي يخليه لك ان شاء الله تلاقيت واحد الغنيه في التيك توك دوك نديرها لانس تاع يغنوا على انس دوك نديرها رسلي في النيميرو اللي حاطته ما شيغي ودوك يرد عليك راجلي رسلي النيميرو في النيميرو قلت لك ديري له كارت بورت في الكوزينه باه ما يدخلش يا خليه راني دايره في كل بلاصه راني مبلعه بلعت شايل زوج في الدرج وغاليين شريت وحده لتحت 50 اورو شريت وحده لفوق 50 100 اورو غير باش نبلع باش ما يطلعش في الدرج شوف قد اختي شايف قد حبيبتك اختي بزاف قلت لك ايفي شو دون لي زابارتمون شوفاج او سول و اكزاكتومون سوري يا كيراك حبيبه يا ترى لو كولي وصلك ولا مازال البنات بدا يوصلهم والله العظيم غير 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 في لي زابارتمون ولا غير يبروفيتو غايه لبسوا لبسوا قشكم وكاع انا والله كاين خطرات صوالح ولا سمنت عليهم حاجه ما تجينيش بتعيدني كيما بروفيتو ما لبستهمش والله علامه لي زابارتمون انا ما نحملهمش بصح لي زابارتمون ملي سكنت في الميزون ما نحملهمش بصح غايه ناس تبروفيتو سكتوا في المشتى في المشتى علامه ولدي في عمره 8 موا 8 شهر ما شاء الله تبارك الرحمن بخوف حتى الوقت ولا بخوف ما باقينيش بزاف نرجع للخدمه شيرات باش ما نرجع للخدمه باين نحبس الفيسبوك تما وين يجيني الكلب دوك يجيك سارية دوك يجيك مابل ها والله اصلا سيت لهم قاعد في رحبه يعني بزاف كي يجيك ارسلي لي ميساج شوفي لا غوسيف تاع الكاطو شوفي ديري دابور انا درتها بالكاراميل تاع الكابريس جبت الحبات تاع الكابريس اللي ناكلوها الحلوه اللي ناكلوها تاع البلاد تاع الكابريس درت 40 حبه تاع كابريس يعني يمكن تجيبوا لي 40 حبه يبان لك بزاف ماشي بزاف شوفي 40 حبه شوفي اش دارت لي ها دارت لي غير شويه على قد اللي نزوق بها الكاطو صح 40 حبه تاع كابريس ديري عليها تمن مغارف كبار تاع حليب ذوبيها فوق النار ولا قالت لك الاخت قالت لك ديريها في الميكرووند كاين واحد الاخت قالت لك انا تقدر ديريها في الميكرووند ذوبيها وكي ذوبيها ديريها في حاجه هكا خليها تبرد ولا خليها غير في الكاسرونه على هذه تساعدني باش نزوق بها الكاطو تاعي هذه ليطاب الاولى الا عندك مول كبير الا عندك مول كبير ديري 80 حبه تاع كابريس والا عندك مول صغير كيما تاعي المول دخلتها بغيت نوريه لك تاكي نخرجها ونوريه لك ديري 40 حبه كيما انا
قالت لك 3 بيض، كاس حليب، كاس سكر، كاس زيت، وحده لافانيج، وحده جوج كيسان فانيج. ها هي كتبتها لك اسيا قاري اي باكري. اما الوصفه تاع لو غاطو تاعنا، المول تاعنا، ها هي انا هذه اللي نخدم بها دائما، والتزيين انت يبقى كيما تبغي. قالت لك نسيتي السكر. لا ما نسيتش السكر في الوصفه حبيبتي. ديري في الوصفه تاع المول، ديري 3 حبات بيض، وديري من موراهم كاس. انا كاس توجور نقص منها السكر، ما نزيدش بزاف السكر باش ما يجيش حلو بزاف، فهمتي؟ ديجا الا خليتيه سامبل ديري كاس تاع سكر، والا ما بغيتيش، والا بغيتي تزوقيه بشيكولا ولا تزوقي، توجور نقصي العبر تاع السكر باش ما يجيش قاطع، فهمتي؟ الوغ شنو ديري؟ ديري 3 حبات بيض، وديري معاها كاس انا منقصه منه 2 دوا تاع سكر، ولا منقصه منها ادو ان دوا، كيما تبغي نتيا، فهمتي؟ سكر نتي تتحكمي فيه، ماشي وصفه. ولا الا ما عندكش الكابريس حبيبتي، خليها سامبل، ديري سكر غلاس، ولا ديري نوتيلا، ولا ديري كيما تبغي، ولا ديري هذيك باتا تارتيني تاع سبيكولاس، ولا الشيء اللي عندك في الدار، ولا ديري لا كونفيتور بلا نوا د كوكو. والا ما عندكش خليها هكا سامبل، ثاني بنينه سامبل، فهمتي؟ ولا تبغيها هكا، تبغي ما ديكوريش، هيا ود قطعي بالمورسو، وفي كل مورسو ديري شيكولا باغ اكزومبل. يا ودي ما نسيتش السكر، هادشي هريت انا عاقله بلي درت السكر، باسكو خلطت وقعدت نخلط وخرج الغداء هنا معاكم في الاول. الوغ في الوصفه قلت لكم ديروا 3 حبات بيض، ديري معاها كاس تاع سكر ناقص منها 1 دوا ولا 2 دوا. الا درتي بالكابريس ودرتي بالشيكولا ديري كيما هاك، والا ما زدتيش هاد الاضافات ديري كاس كامل تاع سكر، وديري وحده تاع سكر، ماشي سكر غلاس، سكر فاني هذيك، ديري وحده وقعدي تخلطي حتى يولي ليكيد تاعك هذوك الحبيبات تاع السكر ما كانش. وبعد ما تكملي هذه من موراها ديري عليها كاس تاع حليب، ديري عليها كاس تاع زيت، الزيت توجور نقصي شويه ما تخليش معمر الكاس باش يطلع لك لو غاطو تاعك. ديري عليها كاس تاع الزيت، ديري عليها كاس تاع الحليب، ديري عليها زوج كيسان تاع الفارينه، وديري عليها زوج مغارف تاع الكاكاو الا بغيتيها بالذوق تاع الكاكاو، والا ما بغيتيهاش بالذوق تاع الكاكاو ديري زوج كيسان فارينه مع زوج مغارف تاع فارينه، صح؟ ومن بعد خلطي جلطي سيداتي وخرجي الغدايد فيها. أيوا وصاي ما نسيت والو، صاي هذا ما كان، ما نسيت والو، واه ما نسيت والو. أيوا من بعد جيبي المول تاعك دهنيه، وديري شويه تاع فرينه، وديريه اختي، وديري في الفرن تاعك شاليور تورنونت، ديريه على 180 درجة وخليه يطيب اختي. كي يطيب أنا راح نديكوريه بالصوص تاعي كراميل، هي بالصوص كراميل اختي اللي خدمناها في رحبة هي الأولى، عاد قلت لكم بدو بها هي الأولى باش تبردها، بدات تتقالك. وتشوفوا هي لو كانت تخدميها هي التالية تقعد لكم جاريه، فهمتي؟ باش هذيك هي لو طون لي تزيد تبرد لاصوص وتزيد يبرد لو غاطون دي مولي، هي ونسوقو في رحبه. هذه هي البنات وصلات على النبي وراه يطيب، ومن بعد ان شاء الله نعاود نرجع لكم. قالت لك درت السكر، لا درت هاي، قالت لك درت السكر مع البيض، خاطش اني عاقله نعقل انا. الا نسيت الزيت وفكروني به البنات، فهمت؟ قارو شكون اللي يسلي؟ وعليكم السلام حبيبتي. البنات انا راح نكوبي شاه، قالت لك او الا مي لو سكر في المول تاعنا مع البيض وكاع. هذه وصفه تاع المول موسكوتشا، تخليها طيب في الفور، هذا ما كان حبيبتي. انا نقول لكم البنات هلو في رواحتكم، كي طيب راني نرجع ان شاء الله ندي مولي ما جاي، ربي ما يلصقش ما طرد، قالت لي الفوي ايا. وان شاء الله يا ربي ديري زوج خميره وحده، هاي كتبتها لك انا لتحت، زوج خميره وحده لافاني ايا، ونعاودو نرجعو البنات ونزوقوها ونحطوها ونموت عليكم، نموت عليكم، نموت عليكم. باي.